الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كثر الكلام على قائمة المنقولات الزوجية التي تكتبها النسوة في مصر على العاقد عليهن. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن صور الصداق على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعددت، وقبل عهد النبي أيضا تعددت. فأقول وبالله التوفيق، قال العبد الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. تضمنت هذه الآية حكمين من أحكام الصداق، وهو جواز الصداق المؤخر، لأن تأجرني 8 حجج مستقبلية، وتضمنت أن الإجارة هنا، أو عفوا، أن الصداق هنا إجارة ليس مالا نقديا يسلم. وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعددت صور الصداق وتعددت مقادير الصداق. فإن النجاشي زوج أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهرها نيابة عن رسول الله أو كهدية 4000. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جوارية بنت الحارث رضي الله عنها، وكان ذلك مقابل قضاء المكاتبة، أي الدين الذي كتبته على نفسها لكي تصبح حرة، قضى النبي عنها المكاتبة. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من ذهب أو أواق من فضة. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن لما كان معدما. وكذلك فإن أم سليم رضي الله عنها تزوجت، وكان صداقها إسلام زوجها، وكان صداقها إسلام زوجها. قالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك مهرا غيره. فأسلم فكان مهرا لها، كان الإسلام مهرا لها. فالحاصل أيضا أن امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان ثابت ابن قيس أعطاها صداقا متمثلا في حديقة. ولذلك فإن النبي قال لها: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها لما أرادت الخلع. فالشاهد من ذلك أن صور الصداق تعددت، فقد يكون الصداق نقدا وقد يكون الصداق عينا. فالمصريون جرى بينهم عرف أن الصداق يتمثل في أشياء 3 في الغالب. هذه الأشياء 3: شبكة ذهب، ومؤخر صداق، والأثاث الذي يأتي به الزوج يكون صداقا، وينضم إلى الأثاث الذي أتت به المرأة ويكتبان في ورقة ويوقع عليها الزوج، فهذا صداقها أو جزء من صداقها. فلا مانع أبدا، ثم لا مانع أبدا، ثم لا مانع أبدا من أن يكون الصداق نقدا أو عينا، ومن أن يكون الصداق قائمة منقولات أثاث، فهو عيني يتمثل في غرفة النوم الذي يأتي بها، التي تأتي بها غرفة النوم التي يأتي بها الزوج، أو غرفة السفرة، أو غرفة الأنتريه، أو غرفة أي غرفة إن كانت. فهذا صداق المرأة. والدندنة التي يدندن بها الناس أغلبهم جهلة، أغلبهم جهلة، وسيظلمون النسوة كثيرا إذا أهدروا قائمة الزواج. وإن أرادوا أن ألا يعطوها، بينوا من أول أمركم: لا نريد أن يكون الصداق أساسا، ادفع لها فلوسها، ادفع لها المهر، لا إشكال، إذا رضيت بذلك فلا إشكال. أما أن تكون المرأة تزوجت وصداقها كتب في قائمة، وتريد أن تأخذ هذه القائمة تلغيها أنت
هذا ظلم. ورب العزة يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فدعاوى رخيصة وظالمة وجائرة، تلك التي تدعو إلى إلغاء قوائم الزواج التي كتبت. أنت من أول أمرك لك أن تقول أنا غير موافق على قائمة الزواج، فسيقول لك الوليد: إذن ما مهر ابنتنا؟ ادفع لها المهر وعلى ما تتراضي عليه. بارك الله فيكم وحفظكم الله.